برنامج برعاية مصرف السلام الجزائر. هذا البرنامج برعاية شركة الزاوش للتغذية الرياضية والعتاد الرياضي باور جيم. المرء لا يراك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي. وما يكون من رزق لا شك يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، ولو كان في قاع البحار العوامق. ولا خير في خلي يكون خمينه، ويلقه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقدم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذ لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا في شهر رمضان المعظم، نقول لكم صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله هنكونوا باب من أبواب الرحمة اللي يدخل إلى كل بيت جزائري. كما عرفتكم مشاهدينا الكرام في برنامج الرحمة، أن إن شاء الله راح تكون الرحمة تعم كل الجزائريين، راح نحاولوا قدر المستطاع أن نفرحوهم حتى بابتسامة حتى بدعاء. ومن شيء من الجزائريين نقولها ونعاودها أن ما ندخلش بيدينا فارغين، حتى المتبرعين كاين اللي حيبان معنا وكاين اللي ما حبش ورفض أنه يبان، ولكن ما رفضش أنه يتبرع العائلات الفقيرة. صدقوني الرحمة ليس في رمضان فقط، ولكن الرحمة تكون في كل أيام السنة. كاين ناس ما لقاتش واش تاكل، صح، كاين ناس ما لقاتش واش تخلص تريسيتي، كاين ناس ما لقاتش باش تخلص الماء. احنا بربي ان شاء الله راح نكونوا السبب المباشر ان نكونوا همزه توصل بين المتبرع وبين الفقير. ارقام الهاتف الظاهره اسفل الشاشه، بربي ان شاء الله هذا هو الرقم اللي هتنجموا تتصلوا بنا فيه، سواء كنت متبرع او مستثمر او رجل اعمال او فقير محتاج. بربي ان شاء الله نحاولوا قدر المستطاع ان نلحقوا لكم. صدقونا على صفحه الفيسبوك ما نجموش نردوا على كل الرسائل، ولكن نحاول قدر المستطاع. نتمنى ان شاء الله اني حنفرحكم، ونتمنى ان شاء الله ان تدخل ابتسامه ليكم، ونتمنى ان شاء الله تروح كلمه فقير من بلادنا، بلادنا الجزائر الحبيبه الكبيره. ونتمنى ان شاء الله حتى اللي ما نجمش يعاون يدعي لهم بالدعاء. كاينه حاجه صغيره حبيت ننبه ليها، ونتمنى نتمنى نتمنى انها تعم كل ربوع الوطن هذه الفكره. كاين عائلات يديروا هنا كريدي في هذه السوبرات عند خونا محمد وخونا سعيد، يجيوا الناس يخلصوا لهم مباشره، هما يكرديوا طيله شهر او شهرين ما عندهمش حتى واش ياكلوا، ويجي واحد بربي ان شاء الله يخلص لهم الكريدي تاعهم. اذا كنتوا حابين تخلصوا لهم، ولا كنتوا حابين بربي ان شاء الله تقوموا بهم، ولا نديوكم عندهم، نحن في الخدمه، فقط نقضي على الجوع والفقر. نلقاكم بعد الفاصل.
اليوم مشاهدينا الكرام مانيش راح نكون وحدي، راح يكونوا معنا، حبيت ان شاء الله هندخلكم الفرحه والسرور الى بيوتكم وين ما راكم ان شاء الله، خاصه 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 اصدقائي الاطفال، نحبكم بزاف في كل العالم، ان شاء الله تكون الطفوله بخير، وان شاء الله لا للعنف، انا ضد العنف مع الاطفال، ان شاء الله اطفالنا يكونوا بخير واطفالنا يعيشوا في حنان وود ورحمه. الضيوف اللي حيكونوا معي اليوم ما على باليش كيفاش حنتحكم معاهم، نتحكم فيهم بليتو، لانه زيزو راح يكون معايا، زيزو المهرج وايضا معه ضيوف راح نستقبلوه، بصح يعني ما تلومونيش انا خاطي، هو زيزو اروح يا زيزو اروح ابدا يهبل فيا زيزو اربع يا زيزو اربع صعر ما نفطروش في رمضان يا زيزو. السلام عليكم. واش راك زيزو؟ صافا. واش حوالك؟ والله الحمد لله. كيفاش صمت لما صمت؟ نقولوا صراحه ولا صراحة. خلينا بعد نقول انا دوكا انا ني صايم انا نحوش على الزيت. الزيت بصح شحال تدي؟ ندي واحد 10 هكا. لا لا يا زيزو كي تدي انت 10؟ ايه. والناس واش يديو؟ لا لا 10 ليا تاع رمضان. لا لا زيزو تفهمنا تفهمنا، نقضيو للناس اللي ما لحقوش. صح صح. واش تقول لهم الناس اللي ما لحقوش زيزو؟ قول لهم ربي يفتح عليكم ان شاء الله، وحنا الجزائر انا وانا راهي معاكم واقفه معكم الدقيقه الاخرى وتوجور مع الزواليه. قولي زيزو واش رايك في عنوان البرنامج سميتو انا الرحمه؟ انت رحمه والجزائر انا وانا رحمه، والرحمه على الجميع، ورمضان ودخل علينا ورانا في رمضان، وان شاء الله الرحمه تقعد معنا حتى مور رمضان وفي رمضان ومور العيد ونزيد نروحوا معاك انتيا. معليش بس قولي فطرت لما فطرتش ولا صمت؟ نقول ولا ما نقول؟ قول الصح. انا شوفوا فيك الاطفال. انا نوصي الاطفال ما تفطروش يا اطفال، حرام عليكم انا نصوم انايا. بصح انا ما قبلتش تاكل. لا لا ها هاني صايم ها ما تبيعنيش. معليش زيزو شكون الضيوف اللي جبتهم معاك الضيوف؟ جبت وحده نينا، وحده ميرا، واحد اسماوات. السلام عليكم. او فاطر ما تامنوش او فاطر. فضحاتو مساء الخير عليكم، واش راكم؟ مساكنا بس الحمد لله. السلام عليكم. صباح الحمد لله. واش خوينا في هذا رمضان؟ قولكم صحه رمضانكم وصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله، ومع رحمه مع كامل تاكلوا ما كاش اللي ما ياكلش ان شاء الله. عم الرحمة في الجزائر كاملة. واش تقولوا لأصحاب الشركات والمستثمرين انتم كمهرجين تحبوا الضحك والأطفال ودخلوا الابتسامة، كاين ناس ما يلحقوش، إن شاء الله يعاونوهم هذه الشركة. إن شاء الله يعاونوهم كامل، وإن شاء الله نكونوا حنا نفرحوا الأطفال وكلش، ومع مع برنامج الرحمة نكونوا كامل نرحموا الناس إن شاء الله. بس حضرك زيزو بالراح، راني نحوس على زيزو باش نبداو القضية إن شاء الله. زيزو أرواح أرواح يا زيزو واش راك دير يا زيزو؟ زيزو قرعة واحدة ما تكفينيش هادي يشربها دوكا. زيزو واش دير بالزيت؟ واش دير بالزيت؟ انا ماما قالت لي جيب لي، ماما قالت لي جيب لي 5. واش دير بخمسة؟ اي رمضان قالوا لي هنا ما كاش. بصح انت كي تدي 5 والناس كيفاش يفطروا؟ صح رجعها زيزو. لا لا رجعها عندك الحق رجعها. نبداو قضيانا. هي بداو قضيانا بصح ما تهبلناش زيزو. لا لا ما نهبلك خلاص دوك نديها الطوموبيل. لا لا ديها لهيه تبعوه ما ديرش فيه الطيقه. كما شفتوا مشاهدينا الكرام برنامج الرحمه اليوم راح نقضي لكم ان شاء الله العائله من العائلات الجزائريه. انا راح نقول فقط للمشاهد اني قررت خلال الحلقات الاولى، ولكن بعد الحلقات الاولى الحلقه هذه ما همش حيبانوا معنا المحتاجين، احتراما لكرامتهم ورغبة لبعض التعليقات على صفحات الفيسبوك. دعوا لنا شوية بالخير وربي يوفقنا، وإن شاء الله يعم التسامح بيننا. نلقاكم بعد الفاصل.
مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام. أول ما شدني هنا في هذا البرنامج الرائحة الجميلة والزكية في رمضان ليس بالبعيد أو بالمستحيل أو يعني هي حقيقة تقال. أقول لك إن شاء الله هيرحلوك. أنا ولا غير وشفت قلبي وجعني ولا غير قلبي وجعني ولا غير أنا حسيت بلاستيك. أنا هكذا حسيت بلاستيك. روح إن شاء الله في العواشر هذه إن شاء الله يا رب يجيك سكنة إن شاء الله سكنة شابة. ادعي معايا في عواشر. أنت غير ما تدعيش تدعي ما يطولوش. كمل خلاص كمل. وإن شاء الله ربي يفتح عليك ويفتح عليك بيبي الخير. ونشكره هنا قمر الدين ونشكره الحصة هذه تاع واسمها الرحمة. الرحمة يوديني حافظها خليها. نشكره الرحمة ونشكره قناة الجزائر أنوان تلك لهي هذه المبادرة. كل حاجة لما نلقوا عائلة جزائرية يعني هو عنده 4 أطفال الله يبارك والحمد لله قريين يعني خلاهم والزوجة تاعه تحافظ على أنه أولادها يقرأوا كل شيء. احنا حبينا نوجه رسالة خاصة في هذا رمضان الزوجات مساكن رام يتعبوا تعب كبير 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 يعني ما هيش حاجة سهلة بالمطبخ ولا غلطاني غلط. لا ماكش غلط صح. طيب انت في كوزينة كيف تفضل؟ طيب شكون فريت اومليت ما تعرفيش ديريها فضحها. المهم مره تروحي انت يروحي. طيب انت يا صغيره هذه ما لموهاش صغيره انت صغيره نقولوا مش عارفه عمرك ما طيبي ما ديري والو شغل ما تعرفي ديري والو نهار كومبلي وهي قابده غير المرايه مرايه 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 زيزو هاستناو داوي الضرب واستناو واستناو نهضوا درك مع رئيس البلديه. واش البلديه هذه اخي الكريم؟ السلام عليكم. بلدية ترويبة. يلا اليوم حنوجه نداء إلى بلدية ترويبة يحب يتصل بنا رئيس البلدية ولا باش نهضروا على هذا السكن يعني أنت واش شفت بعينيك يا خويا زيزو؟ نقول لك أنا والله ما نقدر هكا نصالحك ماشي مشكل لائق هنا. نقول لك يا رئيس البلدية ورانا في رمضان وعواشير خاف ربي رحل الخوتنا هادو مساكن راهم يسوفريو أو الحق العيد مساكن يا حبابك العيد يا العيد طريق ما عندهمش ما عندهم والو الشتاء تقيسهم السخانة تقيسهم سما الأولاد جات شتا ما هم سالكين جات سخانة ما هم سالكين خافوا ربي وكم يعطيهم سكن وش نروحوا نديروا لهم احنا هكذا؟ يا المير وبكفارة وما تعطي لهم ساكن. أنا نجي لعندك بكفارة يا المير وما تعطي لهم ساكن. أنا نجي لعندك نهب لك نهب لك نهب لك. كما شفتوا مشاهدينا الكرام أنا لا عقلة ولا قبيحة. يا اخي ولا قبيحه فهمي روحي. لا انا عاقله بصح كي نروح عندكم يعطوني سكنه ولا قبيحه. خلاص روحوا عنده الباب ونشوفوا كيفاش نديروا حل. اذا نخليوك تحكي لنا شويه على المعاناه تاعك مع السكن ولا واش تقول في هذا البرنامج. بالطبع انا صممت ورجع شرط بربي ان شاء الله في هذا البرنامج انه ولا وجه في واحد فيكم يبان وحتى القضيان اللي جبناه ندخلوه للدار ما يبانش. هذه حاجه هديه ربما تكفلوا بكم اي واحد فاعل خير تكفل بكم هذه من شيء من الجزائريين. تفضل. صح رمضانكم نايلا هذا بلدية ترويبة. مرحبا بكم مرحبا بخوتنا كامل من هي تبع بلدية ترويبة. تعرفوا كيفاش عامل اي طيب بالقرنوه طيب طيب ولا فيديو قنوه قرنوه المحشي ديريكت اي طيب هو محشيشو هاجي خلاص. احنا تبعين اول حاجه بلدية ترويبة كيما راك تشوف المعاناه في السخانه ناموس نداء تاع ان شاء الله يرحلونا يخزروا فينا ان شاء الله هكذا وليس ولا الوضعية هذه طالبنا منه. رمضان كريم ونقولك شكرا اللي فتحت لنا بابك وربي هنيك إن شاء الله ربي يعيشك أطفالك خاصة وما زالت الرحمة في بلادنا وما زلنا متواصلين معكم. زيزو واش تقول الأطفال تاعو؟ أصدقائي باش نولي نجي عندكم ونوعدكم ها لازم تقراو مليح وتجيبوا مليح باسكو باباكم وماماكم عم يشوفوا عليكم انتوما تانيك لازم تشوفوا باش تقراو ياخ أصدقائي باش هكذا نجي ونلعب معكم ياخ فهمنا؟ صحيح. أعطيتنا رسالة جميلة جدا وهي الوالدين. الوالدين شحال يتعبوا على أبنائهم شحال يتعبوا من اللي يكون هو صغير رضيع وهما يتعبوا معاه حتى الآخر دقيقة من عمره. نتمنى إن شاء الله من كل واحد عنده أم وعنده أب يتهلا فيهم يعاونهم حتى بالكلمة الطيبة يعاملهم معاملة حسنة طاعة الوالدين. أنا شخصيا ضد هصبر وجماعة عندي رسالة مهمة اسمعوها لازم تعلموها. أنا ضد من يرمي الأب تاعه والأم تاعه في دار العجزة. أنا أندهش من شخص يرمي مو باباه في دار العجزة. يعني كيفاش حتلاقي ربي سبحانه وكيفاش راك مع ضميرك الآن مهما تكون الأسباب. ما تقولي لا الزوجة قتل يرميها ما تقولي لا أنت ما نجمتش مك مريضة ما
لازم يما قبيحه على والو، امك هي اللي جابتك وباباك هي وباباك هما الجنه تاعك، والديك هما جنتك. نلقاكم مشاهدينا في حلقه اخرى من برنامج الرحمه. زيزو ما حبش يخلي الميكرو، حاب يزيد يهضر. والله غادي تاع العجازه انا نعيط لها دار الام تاعي، نقول لك علاش. هي كانت حاضره معانا، رحنا مدي بليده لتي بازا، مسكينه واحد المراه واش قالت لي؟ قالت لي وليدي لا لا يجي لعندي مسكين. قلت لها علاش؟ قلت علاش خلاك هنا؟ قالت لي لا لا مسكين يجي يديني البوستة ما خلاش يعاود يرجعني. قلت لها هذا مسكين باش يشوف بلي الام حنينه، هاي كانت معايا باش يشوف بلي الام حنينه. انا نقول الام تاعي ربي يخليك تاج فوق راسي ونموت عليك ونموت عليك ونحبك، باسكو هاد المراه باش تشوف بلي الام حنينه. واش قالت لي؟ قالت لي مسكين يجيني. قلت لها صح يجيك علاش خلاك؟ قالت لي لا لا سما يديني البوستة يجيب الدراهم يشري لي شويه ويعاود يرجعني. واش معناتها هذيك يديها نهار البوستة سما يسحق دراهم؟ حنا نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل وربي يهديكم. للاسف وربي للاسف الشديد قبل ما نختم، هذه انا اول مره نسمعها منك زيزو لومبيونس. لا لا صادق بحاجه اكيده، ولكن هذا الشخص اذا راه يشوف فينا لما تدي انت الولده تاعك البوسطه تخلص كما يقول البريد المركزي تخلص وترجعها على جلد الدراهم، كما تدين تدان. تاكد انك كما تدين تدان، الام تبقى حنينه، الام مسكينه انسانه ضعيفه جدا. امهاتنا يبيعوا قشهم على جلد اولادهم، بصح يعني لازم على الاقل تهلاو فيهم ونحترموهم ونحبوهم، لان الامهات الجزائريه تلقاها ابسط شيء ملي تنوض وهي في المطبخ غير باش تجي الراجل في اخر المطاف ياكل ويخرج. يعطيكم الصحه وربي يعطيكم صحتكم ان شاء الله، نحبوكم بزاف ونحترموكم الى كل ام من القلب الى القلب، والرحمه ما زالت متواصله. تحياتي. الرحمه اعمق من الحب واصفى واطهر، فيها التضحيه وفيها التسامح، فيها العطف وفيها العفو. ايها الانسان لا تترك فقيرا الا وادخلت على قلبه الفرحه، ولا يتيما الا وادخلت على حياته البسمه. انها الرحمه يا ساده، انها الرحمه. المرء لا يراك الا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه تاسفا. توكلت في رزقي على الله خالقي، وايقنت ان الله لا شك رازقي. وما يكون من رزق لا شك يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، ولو كان في قاع البحار العوامق. ولا خير في خلي يكون غمينه، ويلقه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقدم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذ لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر. في حياتنا اليومية ندخر مهما كان عمرنا أو هدفنا، فطموحاتنا تزداد يوماً بعد يوم. لراحتنا ولرفاهيتنا استثمروا أموالكم وحققوا أرباحاً وفق مبادئ الشريعة لتحقيق أمنياتكم مهما طال العمر، ولضمان مستقبل أطفالكم. مصرف السلام الجزائر يمنحكم أعلى نسبة أرباح للاستثمار الأمثل لكم ولعائلتكم. مصرف السلام، خدمات بنكية أصيلة. هذا البرنامج برعاية شركة الزاوش للتغذية الرياضية والعتاد الرياضي باور جيم.